تقع صمة طبيعة هي في من قرى شمال الأردن، وهي تابعة لمحافظة إربد، وتقع إلى الغرب من إربد على مشارف الأغوار الشمالية وفي لواء الطيبة. موقع صمة القديم جاي من الحارة الشمالية من صمة، المنطقة الشمالية من صمة، جاي على قمة جبل، طبعا يحيطه وديان على جميع الجهات ما عاد الجهة الجنوبية من البلد. تقع على هضبة منبسطة، وهي امتداد لسلاسل جبال بلاد الشام، وهذه سلاسل جبال بلاد الشام مقابلة لجبال فلسطين. وعندما تنظر إلى هذه السلاسل وجبال فلسطين يوحي لك بأن هذه الجبال تغازل جبال فلسطين الحبيبة. عدد سكانها حوالي 20,000 نسمة، مساحتها تقريبا 15,000 دونم مربع. مساحة أراضي صمة التابعة لصمة المسجلة في اللوحات الرسمية 49,969 دونم، هذه المساحة الكلية. في حوالي 2700 تقريبا هي اللي داخل ضمن الهيكل التنظيمي المشغولة يعني بالسكان، والباقي هي أراضي زراعية. سمت صمة لأن هي البلد الوحيد اللي الغزو ما فاته. أخذوا عهد أهل صمة، أخذوا عهد هنا في السم إنه الغزو ما يفوته لو اندفنوا فيها. فكانوا حراس من الناحية الشمالية الجنوبية الشرقية ومن الناحية الغربية، وأخذوا عهد عليهم ما حدا يفوت، وفعلا هاي حقيقة ما قدر حدا يفوت صمة، فسميت صمة من الصماء من الصخرة الصلبة. يعني تختلف الأنظار والأقوال، لكن أشهر أنه منطقة التي بنيت عليها في الأصل المعروفة الآن في عرفنا الآن هي الحارة الشمالية، وهي كانت مقر صمة ومنها امتدت. هذا المكان منطقة الصخرة. كنت في صمة حوالي 20 أو 22 عشيرة، بديش أنا مثل ما تقول أنسى ناس حساس ما الناس يقولوا ذكر ناس وما ذكرش ناس، منهم عشيرة جداية، عشيرة النمرات، عشيرة المقابلة، عشيرة الدويتشات، عشيرة بني عمر، عشيرة العنوز، عشيرة القعاونة، عشيرة الحرافشة، عشيرة نصيرات، عشيرة المسالمة، المسرات، العمرية، العظم اللي احنا والشوالي يعني، والدغيمات خلينا ما ننساش، والدكات ذكرناهم الشيخ، والدغيمات والسلامات، الصارات قلنا عنهم السلامات، يعني هاي العشائر اللي ساكن الآن في بلد صمة. قديما في هذه البلدة كان هنالك نبع ماء معروف في شرق البلدة يقال له العين، معروف بالعين، وهذا النبع كان دائما موجود فيه الماء سواء صيفا أم شتاء، وكان الناس يأخذون الماء من هذا العين وينقلوها إلى بيوتهم ليشربوا ويسقوا مواشي.
كما أن هنالك وجد حقيقة بعض الآبار ليست آبارا ارتوازية وإنما آبار حفرت لجمع ماء الشتاء لاستخدامها في أغراض الناس هنا سواء للشرب أو للمواشي أو للتنظيف أو غيره. أيام البيضة والرغيف كان الشيخ جوز تسمع فيه الشيخ، كان يجي الشيخ أيام البيضة والرغيف، الشيخ يجي دار الكتاب بقول له من المدارس اللي كانت بالمدرسة الكتاب بيوتنا القدام اللي ببيته حاليا كان الشيخ علي الطري الله يرحمه والمشايخ الكبار كانوا قراية البيضة والرغيف. سمع كنا نأخذ صليحة بشأن الدفة صليت على النبي ونأخذ رغيف خبز وبيضة لمين؟ للمعلم الخطيب يعني للخطيب، وبعدين الخطيب أجارهم مد قمح، كل ولد يحط مد قمح مد قمح، فاهمين؟ هذا كان إيش العملة عشان إيه؟ قديش كان يقريكم باليوم؟ فهم؟ والله هي يا جماعة كان يقرينا ليلة 4-6 ساعات 5 ساعات إلا هو الموجود على كيفه. بقى يضربكم بالمطرقة؟ فلكة أمود لي هيش ظل يضرب على هاي ويضرب على هاي، بعدين المش حافظ يجيب العصا يحط عليها هاي حبل وحطها بجلين الولد ويرفع جلين فوق وديح نبض. أول مدرسة تأسست المدرسة الأساسية للأسف شالوا البور تاعها وحطوه على المدرسة الجديدة، يتأسست سنة 57 لأنه أنا خلصت الدراسة منها الابتدائي وانتقلت على الطيب الآن. كانت عندنا مدرسة واحدة تاتا والصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، بعد السادس كنا نطلع على الطيبة. هذه المدرسة تطورت أيضا وأصبحت ثانوية، بعد أن كانت أيضا إعدادية وأصبحت تخرج وتتابع التخريجات، ثم تعددت المدارس. حقيقة هنالك نهضة علمية واسعة في هذه القرية، كثير من أبناء هذه البلدة يحملون درجة البكالوريوس والماجستير وعدد لا يستهان به من حملة الدكتوراه بكامل التخصصات. اليوم أنا وعيت على الدنيا وراح نشتغل بالفلاحة، لما تنتهي المدرسة 3 شهور نمضي 3 شهور بالفلاحة، القمحات والبطيخات والسمسمات كله 3 شهور، وإحنا بعمل متواصل خلال 3 شهور بعمل. ما كانتش عندك الآليات المتقدمة حاليا، يعني كان عندك أنت تنقل القمحات قمحاتك وعدساتك كل تنقلهن على الدابة، يعني ما أخذها على القادم، لأنك تسمع بالقادم القديم، كنا القادم له ظرفتين، ظرفه من وين ظرفه من نحط على الدواب وننقل العدس وننقل القمح وننقل الكرسن القطانه معناها ننقلها على الدابه من الحقل او الارض المزروعه الى البلد. البيدر هذا كان يدوم عندنا 3 شهور، كنا ندرس على الدابه كان يديم عندنا 3 شهور حتى نفوت القمحات والعدسات والبطيخات والسمسمات على البيوت. لقبل الشتوية كنا نقعد 3 شهور وإحنا فلاحين، بمعنى الفلاحين نصحى صلاة الفجر نرجع على البيت صلاة المغرب، فلاحين كنا، ولا كان لا سيارات نركب ولا كان دواب نركبها، بسيطة جدا يعني عادات بسيطة جدا وسهلة، وكانت على قلوبنا أحلام العسل. اليوم طورنا صرنا نزرع القمحات باليوم
ونحصدهن بيوم ونحط شوالاتهن بيوم عندنا كله يوم واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبيعة أعمالهم طبعا الأعمال منها الأعمال المحلية اللي هي اهتمام بالزراعة، ولا يزال لغاية الآن وناس كما ذكرت يهتمون بالإنتاج الزراعي، وهذا طبعا لا يغطي حاجة السكان، فنجد منهم كثير مثلا الآن في الحكومة في الدوائر الحكومية والمؤسسات والوزارات، عدد كبير جدا الآن في وزارة التربية والتعليم، عدد كبير من أبناء الصمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المتعددة في هذا البلد، في قطاع التعليم الجامعي أيضا يوجد عندنا عدد كبير من الأساتذة الجامعات، في حين كان قبل فترة لا يوجد يعني ما يكفي. كذلك عندنا موظفين عدد كبير من أبناء البلدة موظفين في وزارات متعددة، وزارة الأوقاف مثلا يوجد عدد، الوزارات المتعددة لا تكاد تخلو وزارة إلا وفيها عدد من أبناء الصمة والعاملين في القطاع العام. وفي القطاع الخاص كذلك هناك أيضا من يهتم ويتابع من لا يجد له فرصة في القطاع العام كباقي يعني أبناء الشعب الأردني. يعني الصمة تقع مثل ما تقول هي على منطقة غاية في الجمال والروعة. يا سيدي، الصمة تحتوي على حقيقة على مناطق جميلة جدا، إذ أن تضاريسها متنوعة، تجد الوديان، تجد الجبال، تجد السهول والهضاب البسيطة والجبال والعيون من الماء حقيقة، وإنما تبعد عن هذه البلدة حوالي 4 كيلومتر تقريبا. جمال الطبيعة للنظر أحسن من الوصف. يعني أنت لما تخلص حلقتك وتطلع وتشوف صمة وتشوف مواقع صمة وجمالها صمة، لو بدي أوصف لك شو ما أوصف لك ما بعطيك الجمال اللي أنت بتشوفه بعينك، رائع جدا. إذا أنت بدك تعرف التدين بأي بلد بالعالم تنظر إلى المساجد مين روادها. إحنا من فضل الله 90% من رواد المساجد الشباب، فلما أنت تنظر إلى أنه رواد المساجد هي الشباب، الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال؟ قال وما نصرت إلا بالشباب. بالنسبة للتدين الحمد لله، يعني الحمد لله كلهم أهل دين وعندهم ثقافة دينية ممتازة، طلع عندنا جيل ممتاز والحمد لله رب العالمين. عندنا مركز جمعية تحفيظ القرآن الكريم خرجت عشرات الشباب والشابات الحفظة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، وتجد هذا انعكس على سلوكياتهم وعلى المساجد. يعني أنت لما تمر على مساجد صمة والحمد لله تجدها في كل الأوقات غاصة بالمصلين. يعني احنا بنعرف أنه المسجد هذا من أيام الأتراك والعثمانيين، يعني الأول المسجد بني في صمة هي مسجد القناطر. هاي القناطر هاي طبعا ما إله ما في إله صبة اسمنتية ولا إله حديد ولا حديد ولا عمدان ولا جسورة، سبحان الله. يعني هو مسجد قديم جدا عمره أكثر من 100 سنة، تم ترميمه الحمد لله رب العالمين وتم توسعته، ومسجد يعني كلنا بنفتخر فيه. Thank you.
يوجد في صمة حقيقة اهتمام في إنشاء مؤسسات محلية، جمعيات خيرية، جمعيات تطوعية، جمعيات تعاونية. مثلا في عندنا جمعية صمة الخيرية الإسلامية، من أقدم الجمعيات التي أسست في صمة، ومنها كذلك المنتدى الثقافي، وكذلك جمعية المتقاعدين العسكريين، النادي الرياضي، ومنها كذلك المركز القرآني. والمركز القرآني هو تقريبا من أكثر المراكز الآن الاجتماعية التطوعي له نشاط وعمل. شوف أنا بدي أحكي لك عن نوعية العمل التطوعي، بدناش نخصص جمعية عن جمعية، لا، نوعيات العمل التطوعي كثير. إذا كان العمل التطوعي صاحب العمل التطوعي، إذا كان عنده العمل حب العمل الخير ويقصد في وجه الله، بنجح 100%. العمل التطوعي الخيري، في عمل تطوعي كثير شغلات بكون بعيد عن الجمعيات الخيرية، مثل نادي، مثل منتدى، هذا عمل خاص جهات معينة. أما عمليات الجمعيات عمل كبير جدا ورائع جدا. لمين؟ للي بده الأجر والثواب. هنالك مركزان، مركز للذكور ومركز للإناث. المركزان تابعات لجمعية المحافظة على القرآن الكريم، وأنا أحد رواد أو من حصل على التمهيدية، والآن أنا في المتقدمة في مركز القرآن الكريم. مراكز التحفيظ رائع جدا، يعني خاصة بأيام العطل، بأيام العطل بدل الأولاد والشباب اللي لسه اللي بنقول عنهم البذرة بعدهم لسه نبت صغيرة، هاي لما بلاقوا توجه انهم يروحوا على مراكز تحفيظ القرآن، رائع جدا انه هذا يطلع حفظ للقرآن، بدل ما يكون قاعد بالشارع وقاعد هون وقاعد هون، لما بلاقي له برنامج خاص بمراكز تحفيظ القرآن، بالعكس إيش بنفتخر فيه، والله رائعين جدا. وأشكر كل واحد قائم على مراكز تحفيظ القرآن. المركز القرآني بصفتي أنا رئيس هذا المركز، حقيقة يقدم خدمات للمجتمع المحلي في تعليم القرآن الكريم، حيث يهتم بتعليم الطلاب صغارا وكبارا. ننشئ دورات، بداية يتعلم في على مستوى دورة تمهيدية أوليات التلاوة، ثم يتقدم إلى دورة أكثر توسعاً ودقة اسمها المتقدمة، ثم ينقل إلى مستوى الإجازة، وهي أن يقرأ القرآن كاملاً بلا أخطاء. والحمد لله نحن أنتجنا في هذا البلد عدد من الذكور والإناث ممن يحمل إجازة، يعني يقرأ قراءة تامة كاملة بلا أخطاء.